يا شريف. مساء الخير عليك شيماء وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. عايزة أطمن منك على التدريب النهارده طبعا على حالة المصابين. يمكن التمرين بدأ في 9:30 صباحا استعدادا لمباراة الجونة يوم الأربعاء المقبل. لاعبي الأهلي اللي شاركوا في مباراة بتروجيت اكتسبوا أداء تدريبات بدنية وجانب صغير من تدريبات الكرة، وفضل طبعا الجهاز الفني راحته خافض من الاجهاد، لان طبعا اللعيبه مباراه كل 3 ايام، فاللعيبه طبعا مجهده، فخاف يزود الحمل التدريبي فيحصل لا قدر الله اصابه او اجهاد. باقي اللاعبون شاركوا في تدريبات تكتيكيه وتدريبات تخصصيه على المرمى، عرضيات، اختراق من العمق، علشان خاطر اللعيبه تعرف تحرز اهداف من مختلف الزوايا. يمكن وليد سليمان غاب عن المران الجماعي ولكن اكتفى بتدريبات الجيم والتدليك، يمكن وهي التمرينات شغاله. كابتن شريف اكرامي حصل له كدمه في اصبع اليد وخرج من التدريب واكتفى بالجري حول الملعب عشان لياقته، بس سالت الدكتور قال لي لا هو هيشارك بكره عادي باذن الله مش بشكل خالص، او حط ثلج النهارده وبكره يكون جاهز للتمرين وبالتالي لمباراه الجونه. يمكن التأهيل مستمر لاحمد فتحي، لعلي معلول، للشناوي التأهيل مستمر. يمكن كمان صالح جمعه بيأدي تدريبات هو الاخر ايضا على جانب اخر من الملعب. يمكن كان ليا جمعني لقاء مع طبيب الفريق على حاله الاصابات لجميع اللاعبين، يمكن قال لي ان علي معلول هيرجع باذن الله يوم 15/12، احمد فتحي امامه 10 ايام، اجاي خبر سعيد، اجاي بيشارك في التدريبات البدنيه، قال لي اجاي يومين بيتعمل له برنامج بدني ويومين ممكن يشارك عادي في التقسيمه، قصه بدنيه فقط لا غير، يومين ثلاثه بالكثير ويشارك في التدريبات الجماعيه بالكره مش بشكل خالص. يمكن صلاح محسن قال لي 4 اسابيع، حسام عاشور للاسف 15 يوم لاني الاشعه عزت ان عنده جزع في مفصل الكاحل. يمكن دي كانت ابرز كواليس تمرين اليوم. شيماء اتفضل. طيب عايزه اعرف منك برضو يا شريف ايه البرنامج الخاص بالنادي الاهلي لحد المباراه، يمكن بكره ان شاء الله هيكون التدريب الاخير لفريقنا قبل مواجهه الجونه باذن الله يوم الاربعاء القادم. اما بكره التجمع اللاعبين الساعه 3:00 عصرا، هيكون التمرين الساعه 4:00 عصرا، هيكون تمرين خفيف نوعا ما، ثم يعلن الجهاز الفني طبعا بقياده الكابتن محمد يوسف اللاعبين اللي هيخشوا المعسكر، اللي هيكون عددهم 20 او 21 لاعب بالكثير، وهيباتوا ليله المباراه في احد الفنادق في مصر الجديده، ثم المباراه باذن الله يوم الاربعاء. للفن باذن الله التوفيق والاهلي يحصد الثلاث نقاط ليكمل مسيرته في الحفاظ على لقب الدوري العام المفضل ليه. ان شاء الله. بشكرك جدا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي، كان متواجد النهارده في تدريب النادي الاهلي الصباحي على ملعب مختار التتش. دلوقتي معانا مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا.